هل تعتقد بأن مسألة إيران ومسألة الاتفاقية النووية ومسألة السيطرة على البرلمان العراقي من قبل النواب الذين هم بحسب البلومبرغ موالين لإيران سيطروا الآن بعد انسحاب السيد مقتدى الصدر من البرلمان، هل تعتقد أن إيران فعلا في نقطة قوة جيوسياسية لتحقيق المكاسب التي تبحث عنها في المفاوضات النووية التي ستستأنف على ما يبدو في قطر بحسب ما نشرته إيران انترناشونال؟ يعني إيران تعتمد بدرجة كبيرة على أيضا تتكئ على روسيا في هذا في نطاق القوة التي تبحث عنها، وروسيا كلنا نعلم أن روسيا الآن منغمسة في هذا الصراع في أوكرانيا، لذلك إيران تحاول الوصول إلى تفاهمات مع الغرب، يعني بناء على حاجة الغرب إلى الطاقة. صحيح أن وصول الولائيين إلى برلمان العراق وهم يمثلون وجهة نظر إيران بصراحة وعلنا ولا يخفون هذا الشيء، هذا يضع يعني يضع العراق كبلد منتج للنفط أمام تحديات كبيرة، ولكن هنا المعادلة أيضا يعني هذا السلاح هو سيف ذو حدين، لأن إيران تعتاش على العراق الذي يصدر البترول، يعني دون تصدير البترول العراقي فإن إيران أيضا ستفلس وهي البلد المعرض إلى حصار، لذلك أنا أعتقد أنه صادرات البترول العراقي ستزيد في المرحلة القادمة لأنها تشكل عصب الحياة لهذه المنطقة سواء لإيران أو للعراق من خلال التعاملات المالية الكبرى التي يقوم بها وزارات سيادية معروفة يعني وتتعامل مع إيران بكل أريحية، لذلك لا أعتقد أن إيران ستمارس نوع من الضغط على واردات العراق لإخلال الموازين في يعني صادرات البترول العالمي، على العكس هناك انفتاح، وسواء يعني الحكومة من الممكن أن الحكومة تتعرض إلى هزات في العراق والوضع السياسي يتعرض إلى هزات، ولكن الجميع في هذا الوضع بما فيهم إيران تحتاج إلى تسيير صادرات البترول بصورة سلسة، لأن هذا هو المدخل الوحيد الذي يشكل عصب الحياة في هذه المنطقة، إضافة إلى بعض الغاز وبعض القضايا الأخرى التي لا تستطيع إيران بصراحة إيقافها، لذلك هنا هذا الهاجس الذي لا تستطيع إيران أن تتوقف عنه لأنه يمثل عصب الحياة للعراقيين وبعد ذلك لإيران. لكن هنا نقطة، أنه هل إيران جادة في قضية المفاوضات النووية؟ يعني جميعنا رأينا زيارة جوزيف بوريل، وجوزيف بوريل عاد ببعض المكاسب إذا أردنا نسميها، ولكن هذا أيضا يعتمد على قدرة إدارة بايدن على التحكم. طبعا كل هذه المشاكل تأتي لأن مكتب بايدن أو إدارة بايدن هي إدارة ثبتت مع الأسف الشديد فشلها في التعاطي مع كثير من الملفات الدولية وخصوصا الملف النووي الإيراني. اليوم بايدن في حيرة من أمره، هل يستطيع أن يوافق على مطالب الإيرانيين وخصوصا برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، وهو الذي لديه بعد شهرين من الآن أو 3 أشهر أعتقد لديه انتخابات يعني مهمة نصفية في أمريكا، لذلك أنا أعتقد أن الجمهوريين وحتى بعض الديمقراطيين سوف لن يسامحوا بايدن في عثرته هذه إذا وافق على شروط إيران في الاتفاق النووي الإيراني وعودة إيران كسوق منتج للطاقة. هناك ضغط في الداخل الأمريكي بعدم الموافقة على أي اتفاقات مع إيران، وخصوصا أن الداخل الأمريكي صحيح أن سعر البترول ارتفع، ولكن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بما يمتلكوه من اقتصادات قوية يستطيعون تحمل فارق السعر هذا، وهي معركة عض أصابع بين الغرب وبين الدول المنتجة للطاقة. وأعتقد أنه قبل قليل ذكرت حضرتك أنه الهند والصين تستورد فعلا البترول والغاز من روسيا، وروسيا فعلا صدرت كميات كبيرة، ولكن التقارير أيضا تشير إلى أن في مرحلة ما ستكتفي الهند والصين من هذا العطش للبترول الرخيص وستمتلئ خزاناتهم، وسوف تعود روسيا إلى انكماش
في تصدير البترول والغاز، وكل هذا مرتبط بحسابات اقتصادية وعسكرية تعطينا مجال حتى نهاية الصيف، لأن فصل الشتاء سيكون حاسم على نقطتين مهمتين. أولا النقطة العسكرية، ووجود الجيش العسكري والعمليات القتالية في فصل الشتاء، وجميعنا يعلم شتاء أوكرانيا شتاء مثلج وقاسي جدا، وهي لا تختلف كثيرا عن دول الشمال الثلجية. وأيضا هناك النقص في إمدادات الطاقة الذي سيصيب فعلا أوروبا، الولايات المتحدة لا لأنها منتج للطاقة، ولكن سيصيب أوروبا أكثر المتضررين من نقص الطاقة. لذلك نحن على أعتاب مرحلة جديدة، وعلى هذه الحرب أن تنتهي خلال هذين الشهرين لعدم الوصول إلى فصل الشتاء. هناك توافق بين الطرفين، بين طرف الغرب الذي يريد إنهاء هذه الحرب قبل الوصول إلى فصل الشتاء، وبين روسيا أيضا التي تريد وضع حد للعمليات العسكرية قبل الوصول إلى فصل الشتاء.